تستعد الأندية السعودية للعودة من جديد للملاعب في افتتاح مباريات الدوري السعودي الأسبوع المقبل. طبعا كل نادي يسعى لاستقطاب اللاعبين والكوادر الفنية لتحقيق النتائج المرضية للفرق واللي تحقق طموح الجماهير أيضا. وفي زمن كورونا ومع التحديات اللي تواجه الرياضة حول العالم، يبدو أن صعوبة اختيار اللاعبين الأجانب أصبحت أكبر، وأيضا اختيار الكوادر الفنية أصبحت صعبة جدا. لكن للحديث أكثر عن استعدادات الأندية السعودية لبدء الدوري الأسبوع القادم، ينضم لي من جدة مباشرة الصحفي الرياضي هتان النجار. هتان، أول شيء مساء الخير ويا هلا ومسهلا فيك، وأبغى أبدأ معك بداية من أبرز الصفقات المحلية والأجنبية ونأخذها من الترتيب من المتصدر وانت نازل. مسي عليك بالخير أخوي حازم وعلى السادة متابعي برنامج الـ NBC في أسبوع. طبعا بدون شك التحركات اللي قامت فيها الأندية في الفترة الماضية كانت تحركات واضحة، خاصة من جانب فريق النصر اللي كان أكثر حضور على مستوى الصفقات الأجنبية، يليه في ذلك النادي الأهلي. أيضا كان في تحركات في التعاقد مع أو استعارة اللاعب إدريس فتوحي من نادي الحزم. في المقابل هناك يمكن تقريبا نادي الاتحاد ونادي الهلال ما زالت الصورة غير واضحة فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الوقت الذي ينتظر فيه مدرج الفريقين حسم صفقات سواء أجنبية أو محلية لدعم صفوف الفريقين. طيب مين من أكثر الأندية اللي صرفت حتى هذه اللحظة، لو نبتعد عن الأندية الكبيرة، من الأندية متوسط الجدول الترتيب والأندية اللي تحت؟ والله خلينا نكون واضح معاك، يعني يمكن تقريبا لاحظنا في الفترة الماضية أنه في أندية صرفت مبالغ كبيرة في سبيل التعاقدات، ولكن يمكن يظل أبرزها هي أندية الوحدة ونادي الفتح ونادي الباطن. يعني تقريبا لاحظنا أنه تعاقدوا مع أسماء أجنبية جيدة وممكن أن تحدث إضافة في صفوف الفريق. إذا ما عدنا لأندية الأندية الأربع الكبار، لاحظنا أن النصر يمكن تقريبا في الصفقات اللي أبرمها قبل انطلاق البطولة الآسيوية، يمكن تقريبا بحسب الأنباء المتداولة أن نادي النصر دفع ما يقارب 165 مليون ريال ما بين الصفقات المحلية والصفقات الأجنبية. عفوا، أكثر من 12 لاعب تعاقدوا معه حتى الآن، يعني ما بين محلية وأجنبية. نعم بالفعل، وهذا يؤكد أنه في استراتيجية تقوم بها الإدارة النصراوية في دعم صفوف الفريق بلاعبين محليين وأجانب. يبدو أن الإدارة النصراوية استفادت بشكل كبير من التجربة المؤخرة في البطولة الآسيوية، خاصة أنه لاحظنا استقطابات المحلية كانت على مستوى عال من العناصر، وهذا يؤكد أن الإدارة النصراوية لديها رغبة في السيطرة على البطولات المحلية والمنافسة على البطولة الآسيوية في نسختها المقبلة اللي تحتاج إلى إعداد من نوع خاص ربما يبدأ من اليوم. وهذا الأمر حقيقة يؤكده التحركات النصراوية الأخيرة.